شارين كاميرا احترافية وما تصورون الرو، هذه جريمة في حق نفسكم. فشنو هو الرو؟ الرو هو صيغة من صيغ التصوير تستخدم بالفوتو وتستخدم بالفيديو، بس اليوم كلامي عن الفوتو. الصيغة هذه لما أنا أختارها من إعدادات الكاميرا وأقول حق الكاميرا صوري لي رو عن التصوير الاعتيادي اللي هو الجيبك، بأن صيغة الرو تعطيني بيانات أكثر بكل صورة أنا أصورها، وهذه البيانات أقدر أغير فيها عن طريق برامج مثل اللايت روم، برامج الفوتوشوب، عن طريق شيء اسمه الكاميرا رو فلتر. فلما أنا أصور بصيغة الرو ودش على هذه البرامج، أقدر أني أنا أغير في درجة السطوع، أقدر أغير في درجة الظل، أقدر أغير في ألوان الصورة نفسها من غير ما أفقد بيانات أو من غير ما أقلل من جودة الصورة. فكل ما كانت عندي إمكانيات الكاميرا أكثر وكان جودة أو صيغة التصوير عندي رو، لما أبدي أنا أغير مثلا أزيد من سطوع الصورة بشكل كبير أو أقلل من سطوع الصورة بشكل كبير، ما تفترض معاي وتكون كأني أنا مصورها في هذه الدرجات. خل نفترض مثلا أنا جيت وصورت مشهد معين بثلاث درجات، درجة من الدرجات هذه نظلم الصورة حيل، ودرجة من الدرجات نخلي الصورة عادية، ودرجة من الدرجات رافع السطوع حيل، وخذيت بيانات الثلاث صور وحطيتهم ملف واحد. تقريبا هذه فكرة الرو. فلما أنا أي وادخلهم بالبرنامج هم كصور رو وأغير بهذه الشغلات كأني أنا أصلاً مصورها بالطريقة هذه، هذا الشيء ينطبق على الظل، الإكسبوجر، هايلايت، شادوز، بلاك، وايت، والألوان، الكالورينج. لما أنا بيغير بعض ألوان الصورة، الخضارة بيغيره، الزراقة بيغيره، الوايت بالانس بيغيره، كل هالإمكانيات تكون موجودة عندي بدون لا أخسر بيانات الصورة نفسها. عشان كذي دائما نقول يا جماعة صوروا رو، لا تصورون جيبك. صح ان حجم الملفات يكبر عندنا، يرتفع مقارنة في الجيبك، لكن بالنهاية مو ذاك الارتفاع، ومن ما عنده ممريات الحين تغطي مئات اذا مو الاف الصور في صيغ الرو، والتعامل معهم سهل. اذا انتم مثلا اشخاص ما لكم خلق انكم تشترون على صورة صورة، ممكن تستخدمون لايت روم تحطون الصور كلهم، وايضا تستخدمون اعدادات اللايت روم الاوتو مع بعض التوستات البسيطه انتم تسوونها، وتسوون لهم اكسبورت ويتحولون كلهم جيبيج وتنقلونهم باي اجهزه، هواتف، مواقع انتم حابين تنشرون فيها هذه الصور. لكن حرام انا عندي كاميرا احترافيه وقاعد اصور فيها سواء سفره سواء صور شخصيه سواء صور تجاريه، وأصور عن طريق الجيبيج، وأي مثلاً بيعدل شغلات معينة ألقى الصورة معاي تخترب لأن الجودة مالتها مو رو جيبيج. ليش أنا شاري كاميرا احترافية وأروح أصور بالجيبيج؟ أصور رو، أستفيد من كامل إمكانيات الكاميرا. الرو سهلة جداً، أدش السيتنج أختار رو، خلاص صارت الكاميرا تصور رو. أخذ الممري أركبها عندي باللابتوب أو الكمبيوتر اللي أنا أستخدمه، أسحب الملفات أحطها باللايت روم أو بالفوتوشوب. لما احطه بالفوتوشوب على طول يطلع لي بانل مال الرو، اختار الاعدادات اطق اوكي خلاص. الحين مجرد اني انا اخزن الصوره اقدر اخزنها جيبك واستخدمها كصوره عاديه. وباللايت روم نفس الشيء. شكر خاص لشركه اي بي وورد على رعايتهم هذا المحتوى. كان معكم اخوكم سالم فادي، يعطيكم العافيه على المشاهده.